بالبكاء والانهيار الشديد جدا جدا. الفنانة ياسمين صبري: لعنة ابو هشيمة صابتني بعد ما سبته وواقف في طريقي ومش عايزني اكون حاجة، دمرني ولسه بيدمرني، وعدني انه هيدمرني، وحاليا انا بشوف الوعد بتاعه من بعد انباء ان هو خلاص هيتجوز الفنانة مي عز الدين، وهو مش سايبني في حالي على الرغم ان انا ما اهتمتش خالص، كل شيء نصيب وهو هيفضل صديق عزيز عليا. طب ليه واقف في طريقي؟ الجديد واللي هنعرفه في موضوع ياسمين صبري واحمد ابو هشيمة دلوقتي في الفيديو لعنة ابو هشيمة اشتغلت مع ياسمين صبري، وهي اللي قالت كده. ياسمين صبري بعد ما اتطلقت من احمد ابو هشيمة وعمالة تخسر كل فرصها في الفن، ويا ترى دي صدفة ولا طليقها رجل الاعمال الكبير هو اللي ليه دخل في ده، عايز يكسرها عشان يرجعها تاني، او ان محدش يبقى عارفها، او يعني ان هما لما انفصلوا خلاص بقى وحذفوا صور بعض، الحرب الباردة ابتدت ما بينهم، ولكن من تحت لتحت. وكمان يعني احنا عرفنا وسمعنا ان احمد ابو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين قال: انا ما بخسرش حاجة، انا لا اخسر ابدا. وده بقى سمعناه من ساعتها، وياسمين هي اللي بتخسر كل حاجة. اعتذرت عن مسلسل الشادر، كانت طبعا مضت على مسلسل الشادر ده بعد انفصالها مباشرة، او كانت عارفة المسلسل انها تعمله مع اشرف عبد الباقي قبل انفصالها بايام. واول ما انفصلت بقى الناس قالوا انها رجعت خلاص لشغلها، وانها راجعه بقوه، واللي خدته من فلوس من احمد ابو هشيمة هتعمل بيه افلام ومسلسلات من انتاجها. اللي سمعناه بقى النهارده ان هي اللي اعتذرت عن مسلسل الشادر، ولكن مخرج المسلسل قال لا، هي ما اعتذرتش ولا اي حاجه، انا اللي استغنيت عنها لانها غير مناسبة للدور تماما، وانها ما بتعرفش تمثل، ودي كانت فرصتها علشان ترجع تشتغل في مسلسل يثبت موهبتها اللي الناس كلها بتقول انها مش عندها موهبة وما بتعرفش تمثل. هي قدمت مسلسلين في 2019 و2018، وقبلهم فيلم طبعا قبل كده في السينما مع النجم احمد عز، كان المفروض يدخلوا تصوير اول يوليو، بس فجأة وقف التصوير ووقف الفيلم من غير ما نعرف ليه، كان مع المخرج شريف عرفة، والفيلم تم اتكنسل الفيلم خلاص، وما بقاش بقى في كلام تاني عن الفيلم ما بينها وما بين احمد عز. يعني كده كل المشاريع اللي كانت مخططة لها راحت تماما. المخرج نفسه قال لأ، انا مش عايز ياسمين تمثل في الفيلم تاني. طيب ياسمين هتعمل ايه دلوقتي؟ ياسمين غلطت نفس غلطة هيفاء مع ابو هشيمة، انها اتحدته وكملت في الفن بعد ما قعدت سنتين من غير شغل، خصوصا انه اول ما اتجوزها بقت بطلة مسلسلات فجأة، بس خسرت كتير لما عملت كده وجابت لنفسها الكلام بالتصريحات السطحية. ابو هشيمة حاول طبعا يجعل صورتها ويجملها ويعمل لها اعمال من بطولتها ويطلعها شوية بشوية، ولكن هي في بعض المسلسلات ما قدرتش تثبت الموهبة بتاعتها، لكنها لما سابته ورجعت عشان تكمل في الفن وما تعلمتش من درس هيفاء اللي قالت نفس الكلام بعد ما اتطلقت بكام سنة، وياسمين جنب هيفاء مش هنقول غلبانة قوي لكنها ما بتعرفش تتصرف زي هيفاء. مين اللي يقف قصاده كويس؟ هنعرف. اعتذر، حصل الخطأ بس في الصوت، سامحوني، والناس اللي هتقول عليها رغاية استحملوا الفيديو للنهاية معلش، بس في تفاصيل كتيرة جدا عن موضوع ياسمين صبري، لانها للأسف تحس كده انها هتفضل مخدوعة او واقف في طريقها احمد ابو هشيمة، على الرغم ان الانفصال على حسب ما تم بهدوء، وانها خدت 292 معرفش دولار ولا كام، فلوس كتيرة قوي. الصحفيين بقى يمكن زودوها شوية الله أعلم، لكنهم قالوا 292 مليون جنيه. معقولة؟ طب ما هي لو معاها الفلوس ديت مش هتفكر انها تشتغل، او حد يسيبها، او حد يهينها زي المخرج اللي اهانها وقال هي ما بتعرفش تمثل علشان اجيبها في الدور ده.
ابدا. ممكن طبعا ياسمين ما تشتغلش تاني زي الاول، ولو حتى اشتغلت مش هتبقى النجمه اللي الناس كلها بتجري وراها. يا ترى احمد ابو هشيمه فعلا هو السبب من ساعه الطلاق، وتحس انها بتحاول تلعب رياضه وبتبان كده انها ست قويه، بس الحقيقه يعني ابو هشيمه من وقت ما طلقها وهو اللي باين عليه القوه، هي مش عارفه تعمل مسلسلات، اول ما جت تمضي مع مسلسل والكل قال ان هي رجعت بقوه، المخرج نفسه رجع النهارده واتكلم وقال انا اللي ما حبيتهاش وانا مش عايزها. يا ترى دي فعلا لعنه ابو هشيمه؟ ياسمين صبري عندها مشكله انها مش عارفه تبدا من الاول تاني، يا ترى هتعرف تثبت ده وهي لوحدها بدون ابو هشيمه، خصوصا انها كمان خسرت والدها وخسرت اهلها. الايام هتبين مين اللي هيكسب ومين اللي لحد دلوقتي مش عارفين اذا كان كسبان ولا خسران. ولكن اللي سمعناه وعرفنا ان احمد ابو هشيمه هيتجوز بالفعل من الفنانه مي عز الدين، وان في ما بينهم كلام، بس انا مش متأكدة من الخبر ده لان ابو هشيمة غير شخصية مي عز الدين خالص. للأسف طبعا ناس كتير بقول هي لا فنانة ولا ممثلة وملهاش علاقة خالص بالفن من قريب ولا بعيد، واحدة وهتبطل تمثيل واعتمدت على شكلها وخلاص. بقى لو شفتوا مسلسل فرصة تانية هتعرفوا انها ما كانتش عارفة تمثل فيه. بلاش نكون جامدين قوي وجارحين قوي في الكلام، ممكن ما يبقاش عندها موهبة لانها عايزة تبقى رقم واحد. لو دخلت مسلسل جماعي في بطولة جماعية متهيألي ممكن ساعتها نقول عليها انسانة بتعرف حتى تتسند وتمثل بعد كده، بلاش تبقي رقم واحد، مش لازم. يعني ياسمين محترمة احنا عارفين ده، وحتى ادوارها جدا جدا محترمة، وانسانة جميلة وانسانة محبوبة ومثقفة لأبعد الحدود بالمناسبة، وبتلعب وبتشتغل على نفسها جامد قوي. المخرج سامح عبد العزيز قال زي ما حضراتكم شايفين انا رفضت تواجدها بالمسلسل ده لانها غير مناسبة لأداء، ولذلك انا من قرر عدم التعاون معها، ودلوقتي انا مشغول في البحث عن اي فنانة تكون بديلة ليها. رأي حضراتكم يا ترى فعلا ابو هشيمة اللي بوقف عن التمثيل وواقف في طريقها، ولا فعلا ياسمين مش البطلة اللي ينفع يعتمد عليها المخرج سامح كبطلة اولى في مسلسل الشادر مع الفنان اشرف عبد الباقي؟ انا بشكركم شكرا جزيلا، وبعتذر طبعا لو انا كنت طولت في الفيديو، انا اسفة جدا، ممكن الفيديو يكون طويل شوية، بس بصراحة في ناس كتير شمتانة في ياسمين وواقفة جدا مع زوجها ابو هشيمة، وان هو اللي بيعملها بفلوسه لكنها دلوقتي رخيصة وملهاش تمن. انا شايفة انها انسانة والطلاق مش اخر حاجة في الدنيا، وممكن تكمل وتكون افضل واروع من الاول كمان. رأيكم مهم، وان احنا نضغط لايك على الفيديو ده حاجة تزيد شرف منكم طبعا. شكرا جزيلا، سلام عليكم ورحمة الله.